كلنا مستنيينها، جمهور مصر كله وجمهور افريقيا القاره كلها، واكيد طبعا في اوروبا بيراقبوا طبعا الشامبيونز ليج الافريقي. حاجه كبيره جدا ان يوصل من عندنا في النهائي الفريقين الكبار بتوعنا النادي الاهلي ونادي الزمالك. كلنا مستنيين مباراه تليق باسم مصر، تليق بسمعه وحضاره مصر، ودي مهمه جدا من الناحيه السلوكيه ومن الناحيه التنظيميه ومن ناحيه كل حاجه. لازم نستمتع باليوم ده ولازم نستمتع بهذه المباراه، ويعني نستخدمها ونستغلها في حاجات كتيره جدا تعبر عن مصر وتعبر عن الموقف الحالي لمصر من امن وامان ونواحي كتيره جدا. من الناحيه الفنيه طبعا كلنا عارفين المباراه دي ما لهاش اي مقياس، الاهلي والزمالك فريقين كبار، الاهلي فريق عنده 8 ألقاب قبل كده وعنده عدد بطولات ونادي القرن، وفي نفس الوقت كمان بيبحث عن اللقب التاسع، وعنده طبعا من الأوراق الرابحة ومن اللاعبين والجهاز الفني المتولي الفترة المتولي المهمة في الفترة الأخيرة، جهاز عنده وعي وعنده خبرة كبيرة في أفريقيا، عنده دراية كبيرة جدا بيه ألقاب وفوز ببطولات. موسيماني خد البطولة مع سان داونز في 2016. نفس الوقت برضو نادي الزمالك واخد سوبر من الترجي، واخد مخرج الترجي من البطولة، وعنده فترة الأخيرة فترة عايز أقول يعني نفسيا معنويا ماشي بشكل كويس جدا. باتشيكو طبعا عمل طفرة في أداء نادي الزمالك، فمن هنا هتيجي أهمية اللقاء، وأنا مترقب أو يعني كلنا مترقبين المباراة هتطلع فيها ايه، مين اللي هيبقى ليه اليد العليا اثناء المباراة. نتمنى نشوف مباراة كويسة، ده بالنسبة لهذه المباراة. بالنسبة طبعا لاجواء بطولة 2013 طبعا عدى عليها 7 سنوات، السنين بتجري، لكن طبعا كانت اجواء كتيرة، لعيبة كتيرة معظمهم اعتزل، يمكن الموجودين دلوقتي ممكن 1 أو 2 في الفريق دلوقتي، بعد طبعا انتقال احمد فتحي، انتقال شريف اكرامي، انتقال حسام عاشور، فعندك يمكن رامي ربيعه موجود من اللاعبين اللي شاركوا في نهائي افريقيا معايا، نزل بدل شريف عبد الفضيل بعد الطرد، بدل شريف يعني شريف الطرد، فنزلنا رامي ربيعه وديت احمد فتحي باك رايت. طبعا كانت بطولة صعبة، هي غالية لان جت في ظروف صعبة، وكان الغاء دوري عام ثم بعد ذلك ملاعب ومشكلة، انت عارف مصر كانت بتعيش في الفترة دي فترة صعبة، وكان البطولة غالية لان هي اللي رسمت البسمة والفرحة على يعني عايز اقولك على وجوه الشعب المصري كله مش بس الجمهور الاهلي. بطولة طبعا كان كواليسها وتفاصيلها كتيرة جدا وصعوباتها في الملاعب اللي كنا بنلعب في ملعب الجونة، يمكن لعبنا بس النهائي في استاد المقاولين، صعوبتها في يعني عايز اقول لك كمان غير الملاعب المباريات اللي كنا بنلعبها بره ما كناش لاقيين مباريات نستعد بيها، فكنا بنعمل مباريات ودية، حاجات كتيرة جدا، كواليس مستحقات لاعبين لتوقف طبعا ضخ المستحقات الماليه والحاجات دي طبعا بالنسبه للعيبه، لكن كل الحاجات دي كنا بنقلبها لدوافع وبنقلبها لنقاط نقدر تبقى هي السبب الاصرار والعزيمه. المسحه الاخيره النهارده اتعملت الاربع، فطبعا انت بتتكلم في 48 ساعه ممكن اي حاجه تغير حساباتك، و 48 ساعه بالنسبه للمدير الفني في لقاء زي ده فتره ضيقه جدا عشان هو يحاول يوجد بديل او حاجه، لكن هو اكيد بيتعامل مع المعطيات دي وبيتعامل مع الاجواء دي بحذر وبتحضير كل الاحتمالات، تحضير كل المراكز، اكتر من لاعب يقدر يؤدي في اكتر من مركز عشان يتفادى كل المفاجآت دي.